وحرها مرك ورينا أمها العليا وحنا كحيانك يقدميها بارلمانك حلبان هذا إيوه قلع وزير هذا إيوه وبرشادة إيوه مجتمع الركس مايو رجب الله سودوينتي أنه سودوين مغالا قرانكا هذه آه أدوان أمها العلينا إياه الحمد لله نود بالله يوسف عليه حالة ذي ذكرنا أدو في عن تاي وعن ربي سودو أنت كبعد مركو رأينا عن كتع سيئيو قردي تيرا يضر يا شلالكي وقدا بيكي حالة دعاي وعن سلايا هاي وحاكونا فويدة للي يارو أهاي صلبي أما نخبدي أما dhalinyaradii laf dhabarka u ahayd jiilka maanta kacaya waan ayaan darra maalin walba inaan weyno dhalinyarada noocaas ahayd wax la beero iyo wax la abuuro waxa ugu fiican mujtamaca haddii mujtamacii maalin walba uu wejigaas nagaga dhacana waa wax dhibaatadeeda leh waan arrin aan horena uga hadlay inaan ka waantoono inaan tacsi dirno oon u baahanaa inaan fal fulino oon ka hortagno oon dagaalano oo ina tacsido nagu soo noqnoqono wax qabad iyo aan la nimaadno hawsha inaan si dhab wax uga fulino kismaayo laftirkeeda shilal dhowr ah isaga dambeeyey marka laga soo tago kii habeenweyd bombkii lagu tuuray waxaa isugu kaayay xigtay laba nin oo midna ruuta ganacsiga mas-uulka ah midna uu ka dambeeyey oo nin ganacsada ahaa oo shirkadda amal wakiilka ahaa allah u naxariistay cabdullaahi وأنا أنا 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 هل قرشة دقال أو مدايسان أو إنا سكوحنا إنك سوالي دا كوفي لانكرا حتى أمي سوامي عندنا إنا ولو باهاني لكن نسيم ترى وحا وحا كشاقين إنا وحا نقطة وحا كوسا وسان وحا دانت وما داسا إنا كوشيري محا دورة شد محا لايس دورة محا كرسي لو ترتمى يا مجتمع هدو مانو والبابابو أو مانو البرقة الأركيسي حالي ميت كودي يالي وكالي أي كو باباني وارين دباتة دا دايسكالي تامر كان كجدبو وقتي هذا عن كتير وقتي عاد عقبات بدن وقتي دورة شمر هذه اللي قالوا وارن سياسة هذا سياسة هي فرتاك تاك هي سياسة هي كرسي لقب بالله وكحل دمان كا هي كأضيع هي كم الحوينة الرادين هي سبيكر كي كل مركز اللي يسكت دارو وحل دتكو وحي وحي مير قبل الله هذا اللي يصير هذا لكن وها أصلا إن لفريو حيالها اللي يسكو قادو لكن تحدر وحكة أو دباتو خلق الجلينية وأنا حصوصا كارين ولو هذا اللي يرادو وأنا جران كارين سواء كان يمشي وكيف يدي المرحلة دي عن صومر وأنا جران كارين سقاشن يلا بدي يدك كما جاء هذا قد ما أنا يقح شر أنت ولا كا وعن حصوصنا يعني وكون يبر مريا إن الدمع إن الدض وحسيه وحي أن سوتها يلا بعطنقف إنه يسكر على سقفك متى جنان كارين وأنا سيب دره مركا إنا نقرن وينو وهي عن شارع سومر ما أنت دقنا عن شاها إيا حسلوني دا أنهل إنا كليا وحيت هاي دقنا عن شاها السياسة دا إيا كلاقور كسياسة دو مر بسيدو كي ما دو إيا دورش إنا دعضاء كوغسن كوغسن أي نقطة اللي سوى ريتشيو حالي سوى إزدو وريك صوتا وإنو قاري دونا مرحلة دو قدام بس إيا دو أي دورش اللي بضان تهدوك تينا دا مريكن كو قرنيو soo dhaysan jiray doorasho boqolaal sano yaa hadda aad arkaysaa inta jiitan iyo wax ka jiray maxaad u malaynaysaa innaga kuwaas institutiono iyo sharciya waxay isku xakameeyaan bay helayaan oo waxa xakamkanagu uu yahay oday qabiil waxa wax kale xukumayahay oo ay tahay mataqaana cidda wax fulinaysa iyo malumateesha kala imanaysaa qoriga uu yahay iyo qabiilka waxaasoo dhan waad garan kartaan waxa ay keeni karaysa iyo mushkiladu inta ay saameyn yeelan karaysa haddii marka aanan ka fakarin waliba cid kastoo mas-uuliyadda haysaa aynan garanin waxa markaa meesha yaalay waa arrin aad iyo aad dhibaato xawar baan la sugu tagnay waxaanu ka wada hadalnay
وحال الدور شها الله قبته سداها الله قبته استيد ولي الله ما يرد الله قبته أنا دي ويدية ما أنت قد بقى اللي يقسوا هي وحال قال يا دور شدينا قبنا وحان سبينا وحان نوقرا لبع عاصمات قول بقى اللي يريد إنا كسماعي يقر بحر ديكو قبنا شو بقى ما أنت مكتها لسامة شوكتها شفادي عينا بقى لغو سيداي وقور ما شفادي سقع شماد كيلا بالله ما أنت صون قطوة شفاد بقى ما شفاد بقى لغو رادين كرا شفاد إنا ما أنت نقطة إنا إيادو كتها لسو وحاكا قدرا وحي وطان ورقات قراتوراه قبل كجدو إتشوبلان مامور كتشوبلان كان ما هو إتشوبلان أنا وأنا المامور إن إتشوبلان حقي جوتا شرعي بانر كي ورقات نسوا قرأوا للي مامور كذا دولة كان يوحان كل ما نور بوري إتشوبلان وإتشوبلان أيان درنا قرب من شو دم كسو قدمي دور شد عن قبنا الناي وين وحان كل شيء ناي دعوة واسح وحارمنا دور شد عصي إنا دعوة وقت يادي كل عام dadka maamulka haya ee madaxda federaalka waa inay fuliyaan waxa lagu heshiiyay waxaan ku heshiinay doorashadaas inay dhacdo state walba loo meelood ku qabto waxaan diyaar u nahay inaannu qabanno oo labadii meelood ku qabanno laakiin waa goorma waa marka ay gacantayada ku soo noqoto ee gudoomiyaha gobolku uu tago ee ku xigeenkiisa uu tago ee maamulada degmooyinka ay tagaan ee madaxweynaha iyo wadahadalka ku xigeenada iyo wasiirada iyo xildhibaanadu intay tagaan iyagu ay wax ku sameyn karaan لكن doorasho kuma dhacayso sida ay maanta tahay iyo nooc afduub uu yahay doorasho kuma dhacayso wadankani wuxuu u baahan yahay in wax lagu heshiiyo wixii lagu heshiiyana la fuliyo aan dirno guddi xaggeen u diraa dadka maanta mas-uuliyadda wadanku ay saaran tahay madaxweynaha iyo ciddii maamulka dhexe dowladda federaalka waxaa looga baahan yahay inay kala saaraan habraaca doorashada nooca doorashada iyo see u dhacaysa iyo kaambeynkooda siyaasadeed waa inay kala laba noqdaan ma doonayna doorasho u dhacaysa harqaanbaan tagayaa dharkan aan tolanayaa sidaa la ii doorto no ma dhacaysa taas waa in loo sinaado oy noqoto doorashadu mid loo siman yahay oo mid dhammaan dhow ee musharaxiintu ka hadlayeen oo ilaahay war muwaadiniin baan leh xuquuqdayada aan helo waa shay meel looga wareega aan lahayn waa in la isqanciyo shalay baa 2016kii waxaa la iskoola bluesiyaha loo diyaariyay doorasho inay ka dhacdo maxaa bedelay maxaa keenay in iskoola bluesiyaha laga soo wareejiyo taliyihii baa intuu hadlay wuxuu ku hadlay hadal ah kaambeyn iyo madaxweynihii xilligaa joogay iyo sida loo dhisay qaabku noqonay idan dhexdhexaad ma noqon karayse noqonaysa waa inaan kulligeen ka wada taxadaro oo ay noo sinaadaan dadka musharaxiinta iyo doorashada iyo see u dhacayso ay noqoto mid dadku ay u siman yihiin oo qof waliba uu ku qanacsan yahay waxa dhacayo oo loo tixgeliyo waa in konsenka iyo cabashada la tixgeliyo annagu jubbaland waliba wuxuu yidhi waxaanuhu hooyadood geerida waa ula siman yihiin laakiin mareegta u dheer waxaa annagana haysata kuraastii iyo deegaanadaan ku qaban lahayn iyo caqabad inay weli gobolkigeeda naga haysto oo dowladdu ilaa hadda ay jabhadeen ku jirto dowladnimadii nooca looga gudbo waxaan rabaa inaan gaarsiiyo dowladda federaalka doorashada aan qaban xilligan ku ballanayna ha lagu qabto hana la soo wareejiyo maamulada hana laga saaro jabhadaha iyo warqadaha calaamada jubbaland le maamul walba la qorayay askartu ay qorayso ha laga daayo waxaan leeyahay ha la tixgeliyo dadka musharaxiinta anu maanta musharax ma yihi uma sharaxani dowladda federaalka kursiga madaxweynaha iyo speakerka midna uma sharaxani laakiin waxaan rabaa man doonayo inaan anugu chief campaigner noqdo anoo mas-uuliyad kala haya ee waxaan rabaa wax loo siman yahay oo dadku xuquuq ay wada leeyihiin inay meesha ka dhacdo oo aan tixgelino xaq dhowro dadka wax cabanaya waxay ku hadlayaan ay sheeganayaan oo la isu yimaado oo waddankan la badbaadiyo shir badbaado qaran la isugu yimaado la taabto dadka cabanaya maxay ka cabanayaan waxaa la sheeganayaa samaxayta waxaa laga hadlay kuraasta somalilan waxaan rabaa inaan waxyar iyada ka sheego somalilan waxay sheegatay waxaan nahay jamhuuriyad madax bannaan laakiin 4.5 waxaa lagu qaybsaday dadka waqooyi ka soo jeeday waxaa la yidhi kootadooda sidaa la yeelo sidaana haadeen inta xal laga gaaray 2016kii markaan ka hadlayna waxaa la yidhi wariyaha mas-uuliyadda ugu sarreeya waxaa la yidhi waxaa joogay ra-iisul wasaare ku-xigeenkii
ما أنت واحد شو صدح القفة وغصر رئيسا مدحوينها هي اللي بدو قدوان البرلمان كان كم بدو قدوميها عقل كسرة وكسوة كده الديان كاس واي عدة كم مدانة ما أنت لو احتلام لها وحاقو كغسي دراني هاي ولي إنو ياهي عقل كسرة أو متلا هي دولة قوالة ديادة هادو دولة قوالة ديادة متلا هي عنيقة ما أنتو اي متلا هي شبه لها تعد شوه موحو متلا واي مدو وكسوة كده مقعدة وكشها غانا هي قابك اي تايبة كل نقطة ما إنو متلا واي صورة قلنا قوانيس وحان كوباقيا أو باش عالمك هي دولة الصومالية هي صاحبة دولة قولة دي كله كوباقيا ودن كان وعبا هي هي بدباد كل ما وقت وسيتشي تم نب يعقبات بقليا يعني لسوء جواب وحيالك كيني كرا دباته هي مشكلة وانا قانا دباته وين صومرتي ماشي إني قادسين وان قرانينا aan ixtiraamno xaqa ilaahay dadka wax sheeganayay waa in la jif garayo la saxo waxa laga cabanayo waxa la tabanayo waa in saacad baan u sheegayaa oo si hoos aan u sheegay oo kor baan u sheegayaa Jubaland ay u madax banaanaato doorashadeeda iyo deegaanadeeda waa in madaxda qaranku haday madaxweynuhu uu yahay musharax waa in prosesska ka dhaxbaxa doorashada oo ula sinaada musharaxiinta kale banaan uu ka istaago waxaan diyaar u nahay cabashada laga hadlay hadii gudiyada inta aan hadda soo sheegnay afarta aan soo magacaawnay labada xalinta khilaafaadka iyo labada fiid ee soo magacaawnay gudiga heer federaal hadii lagu sheego inay khalad ku jiraan waxaan diyaar u ahay afarta waa inaan la noqono oo afar kale ku soo bedelno annagoo tixgelinayna cabashada ay sheeganayaan dadka musharaxiinta markaan taa xalinaan kadib waxaan galaynaa inaan kuwii kale aanu keenno yaa la ii soo dirayaa inaan doorasho qabtaan rabaa sideed qabitaan magacaabo saddex baan ku soo daraynaa sida hala yeelo oo yaa qabanaya waaye waa inaan ka taxadaro waan ku celinayaa kow laba saddex afar Jubaland doorashadeeda waa inay u madax bannaanaato deegaanada gobolka gedana waa in gacanta maamulka lagu soo celiyo oo aynan noqonin warqadaha iyo istaamka iyo maarkada calaamada ay Jubaland leedahay inuu kolba askari intuu qaato maalin walba iyadoo qalloocan oo khaldan oo dhinac ka jaban aan la keeni karin war waddankan aan garanno meeshaynu ka nimid maalin walba dadkayaan la isku dirin banaan baxayo ha la sameeyo kebin odaygani kan ha caayo kan kan wax ka sheego ha la isu wada taana taanay maxaa ka iman karaya berri aad baan uga xumahay qof ogaa waxa aan soo maray inuu maanta garan waayo xaaladda aan ku suganahay sidee tahay waan ku baaqayaa waan soo jeedinayaa waan soo dhaweynayaa ma bisla aan isku soo noqono aan ka wada hadal cilada taagan meesha ay taagan tahay aan ka wada hadal cidda wax sheeganaysa waxay sheeganayso waa dowladda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyada aan saxano dadka wax cabanaya waxay ka cabanayaan musharaxiintu ha u sinaadeen doorashada oo waxaan shalayba ku diideynay daraadkii 2012 ku diideynay maanta qofna lagama aqbali karayo aad baad u mahadsantihiin waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku celinayaa war shabaabna maalin walba inaan isu tacsiyeyni oo dhibkiina nagu taagnaan waqtiga siyaasadda kala guurkana dowladda Maraykanka ee 2300 sano dastuurkii qoratay ku kala baxaysa annagana waxaanu ku kala baxaynaa kaaba qabiilka iyo qoriga akeega uu yahay meelna ma geynayso aad baad u mahadsantihiin soomaaliya ha loo turo ha la garto meeshii joogto arrintaasi dhowa ha loo fiiriyo arrinta Jubaland waa muqadas gobolka gala doorashadiisa waan ku celcelinayaa waan ku celcelinayaa ma qaban karo doorasho aanan gada ka qabanaynin Kismaayo inaan ka qabto diyaarumay aad baad u mahadsantihiin.